سلطانة، مو ضروري تخافي، هذا مجرد كابوس مزعج. بعدين من وقت ما مات سمو الأمير جيهانجير ولحد هذا اليوم ولا ليلة نمتي بدون قلق. احكي لحتى تخف همومك وترتاحي. أنا ماني قدراني أحكي يا سنبل. معقول يكون هاد كابوس ولا إشارة عم بتخبرني عن المصايب يلي رح تصير بالمستقبل؟ يا الله احفظ لي السلطان سليمان وخلي لي ولادي دخيلك يا رب. آمين يا رب العالمين. خير إن شاء الله يا غوات. شو في هالصندوق؟ مين بعته؟ ما عنا معلومات بنوبة يا باشا. هذا وصل لسمو الأمير سليم. افتحوا بسرعة. ما في خبر؟ لا، بس ولا يهمك، بعثت رجال على كوتاهيا وراح يرجعوا عن قريب ان شاء الله. ادخل. سمو الامير، هالصندوق لحضرتك. اطلعوا لبرا. أكيد هلأ رح يوقع بمشكلة لأنه ما وصلوا الذهب. شو هالريحة هاي؟ راسي اللي بعدته ليجيب الذهب. مين كاتبه؟ بيزيد. كنت أعتبرك أخي لأن نفس الدماء تجري في عروقنا، لكن الأخ لا يفعل بأخيه ما فعلت. لا يتآمر ضده ولا يسطو على ماله ولا يرسل قطاع الطرق لكي يسرقوه. إن قلت لك يا أخي فماذا سأقول لمصطفى وجيهانجير؟ أنت من قتل الأخوة التي بيننا ولم تعد بعد الآن أخا لي. أنا وسليم كنا على طول نتخانق، وببعض الأوقات وصلت الأمور لحد كبير والخلاف صار بيناتنا كتير عظيم. ورغم هالشي نحنا ما نسينا ولا بيوم إنه نحنا أخوة. بس يلي عمله سمو الأمير سليم بعصيان مصطفى المزيف وغدره فيك، سامحني سموك، بس هو من زمان نسي الأخوة اللي بيناتكم. اللي حواليه كانوا عم يحرضوه ضدي يا فهد. الحكيم أحمد باشا مثلاً لعب له بعقله ورسم له خطة ضدي أنا. قلت وقتها أنه أخي مخدوع وما رح يعيدها أبداً، بس للأسف رجع وعاده. يبدو هالمرة مخطط لوحده. وشو رح نتصرف هالمرة؟ رح ننتظر ومنشوف. رح نشوف شو رده. إن شاء الله سليم ياخد درس هالمرة ويتعلم منه، وإذا ما فهم صدقني رح دفعه الثمن كتير غالي. اللي محيرني كيف عرف سليم بموضوع الذهب اللي بعته مريم. مين اللي خبره؟ بتوقع انه في حدا من القصر مخبره. ما بظن، انا عندي ثقة بكل الموجودين هون بالقصر، بس اكيد رح يجي يوم واعرف مين هو اللي خبره. بابا. سلطانتي. سمو الامير، اصرت انه تشوفك وأنا ما قدرت إنه أمنعها. مزبوط.
بيزيد رح يهاجمك بأول فرصة. نور بانو، أنت السبب بكل شي صار معنا. نحن ما كنا وصلنا لهون بنوب لو ما بعدتي هديك الخانو مع كوتاهيا. أنت اللي عبيتي لي براسي وزرعتي فيني الخوف من أخي. مفروض تخاف وتاخد احتياطاتك. شو كنت ناظر يعني؟ يستلم بيزيد العرش وأنت واقف عم تتفرج؟ هي حرب يا سمو الأمير، وقوانين الحرب معروفة. واحد منكم هو اللي رح يبقى، وما بيبقى غير الأقوى. هي سنة الحياة، لازم تنسى الخوف من شان حياتك. مبارح انقطع راس أحمد باشا واليوم راس حارسك. لازم نتحرك قبل ما يجيك الدور إلك. هالموضوع له حل واحد يا سليم، الخانوم اللي بعتناها على كتاهية ناطرة أمركم. كلمة واحدة بينتهى بيزيد وبيبقى عهدك يا سليم، بكلمة واحدة منك. أنت شو قصدك؟ أخوك ما رح يقدر حدا يوقف في وشه، ورح يعمل كل اللي بيطلع بإيده لحتى يقتلك. بأمر واحد منك نحن منفوز بهي المعركة. بدل ما ياخد بيزيد روحك، أنت يلي لازم تاخد روحه. نور بانو، أنت أكيد جنيتي. كيف بتتجرأي وبتعرضي علي هيك شيء؟ روحي روحي، نلع من وشي، نلع. سلطانة، كل الأمور بخير والحمد لله. السلطانة مريم تحسنت صحتها مثل ما شفتي. هاي شو يلي عم تعملوا هون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا مولاتي ما عندي علم بنوب. سلطان، الصندوق شو كان فيه؟ مزبوط يلي عم يحكوه؟ صحيح انه في راس واحد جواته؟ مين يلي بعته؟ بيزيد اللي بعت الصندوق ليقول انه حياة الامير سليم مهددة. انا حاولت قله انه هي بداية الحرب، بس مو الامير ما بده يشوف وما بده يقتنع. لا يقتنع انه عدوه، لازم تلاقي شي طريقة تقنعي فيها. معك حق، لازم سمو الأمير يشوف كل شي بعيونه لحتى يقتنع. أنت شو عم تعملي هون؟ أنت اللي ناديتي لي يا سلطانة، طلبتيني لقلت مبارح لحتى فسر الكابوس المزعج اللي شفتي وخبرك شو معنى هالرؤية يا سلطانة. ولا تنسي إنه الحلم مثل المرايا، جزء بيعكس شو جواتنا وجزء بيشوف مستقبلنا. كيف عرفتي إنه شفت حلم؟ مو مهم تعرفي، بس المهم إنه أنا بشعر بقلوب الناس يا سلطانة. هلأ يا مولاتي خبريني شو هو الكابوس اللي شفتيه، احكي لي وما تهم لأي تفصيل صغير. أول شي سمعت صوت عالي كتير وبيخوف، طلعت على الشرفة لشوف شو في. لقيت اسطنبول والقصر وكل الدنيا، لقيتها اتدمرت وتحولت لخرابة، والغيوم السودة معبية السما. أعوذ بالله. قالي لي أمرائي أو مولانا رح يتأذوه، معقول تكون هاي دلالة على شي؟ هاي القيامة يا مولاتي، رح تقوم القيامة وموعدها قريب. قيامة شو يا خانم؟ وحده رب العالمين يلي بيعرف. كل إنسان موته هو قيامة بالنسبة إله يا سلطانة. القيامة إذا صار لكم شي وقتها رح تقوم، ووقتها السلطان سليمان
رح يتوه بالظلمات، والأمراء أولادك رح يتقاتلوا مع بعضهم. أنتوا حكام هذا الكون كله، إذا أنتوا سقطتوا الكون رح ينهار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو عم تقولي يا خانم؟ أجيتي لهون لحتى تخوفيها للسلطانة؟ يا حراس طلعوها لهي المرأة من هون فورا، ومن بعد اليوم ممنوع تفوت على القصر لو شو ما صار. يلا الله لا يوفقك. بيدرو صار هون يا سلطانة، وجايب معه هذا المرهم يلي حكى عنه، بس ما بظن انه رح يفيدك بشي لانه مبين عليه مهرج وما رح يفيدك بنوب. عم تحكي وكأنه حكيمات القصر لقوا دواء وانا اخترت بيدرو. المهم عندي اني اشفى من مرضي، وما بيهمني بيدرو او حدا غيره، خليه يفوت. ما في لزوم يا حراس. انت ليش مغطي عيونك؟ سلطانة، حضرة الباشا هو اللي امر بهالشي. انا شفت انه هذا الشي مناسب. يا خانم يلا بسرعة ادهنوا المرهم للسلطانة. شو عم تعمل؟ رح حط لها المرهم على التقرحات اللي بجسمها. ما بجوز، ممنوع اللمس. لا إشي طريقة تانية. لفوق انت متأكد يا بيدرو انه هذا المرض مو علامة مرض خطير ومعدي؟ باشا، مرض السلطانة تطور بسبب المراهم والأدوية الخاطئة يلي قدموها حكيمات القصر، ورح تشفى بفضل علاجي. هدول الحكيمات عندهم خبرة وتجربة قد عمرك يا بيدرو. ايه بس السنوات والتجربة ما بيكفوا لوحدهم يا باشا، والمهارة بيكتسبها الحكيم بالقراية والبحث، لأنه الحكيم كيف رح يعرف المرض إذا مو قاري شي عنه؟ وحكيمات القصر ما بيعرفوا حتى يقروا. ادعي ربك تزبط أدويتك، وإلا رح تقضي بقية عمرك بالسجن بتهمة ممارسة السحر والشعوذة يا بيدرو. سلطانة. رستم باشا، سنيور بيدرو. سلطانة، شو وضع السلطانة مريم؟ طبق المرهم يلي حضره وناطرين نشوف شو النتيجة يا سلطانة. إن شاء الله هالمرهم يجيب نتيجة. أنا رح أعمل كل جهدي يا سلطانة، اطمني. وصلت شي أخبار من مولانا؟ مولانا عم يستريح بقدرنا، بس على حسب ما سمعت إنه طلب حضور خانم يهودية وهي هلأ عم تجي لعنده. ومين هالخانم؟ وليش لا يطلبها لعنده؟ غراسيا مينديس، وهي تاجرة من تجار البندقية، أسروها وتحررت بأمر من مولانا. هي مرأة قوية كتير ومصادقة ملوك أوروبا ومعارفها كبيرة وتجارتها واسعة. La verdad te parece muy bella señora. Encontraste con muchas reyes pero nunca te he visto así. El sultán Suleiman en solo un rey. Es el rey de los reyes.
حبيبة قلبي. طمنيني شلونك؟ وضعي لساته مثل ما هو، وإن شاء الله شفائي رح يكون على إيدين بيدرو. صحيح أنا اشتقت لك، بس ما كان بدي إياكي تطلعي من القصر بعد الحادثة الأخيرة. كوني مطمنة، لأنه السلطانة فاطمة يلي رتبت للحادثة راحت من هون، ومن اليوم ما في حدا بيقدر يأذيني بشي أبداً. بالي مشغولة عليكي وعلى أخواتك يا بنتي. مولاي السلطان، غراسيا مينديس وصلت يا مولاي وطالبة الإذن بالدخول. سلطان السلاطين السلطان سليمان. حضرتكم منحتوني شرف كبير بالتعرف عليكم. أنا مو قدراني أوصف شعوري بهاللحظة هاي. شكرا. أنا زرت معظم الملوك والأمراء بأوروبا وقعدت معهم على نفس الطاولة وبنيت صداقات كبيرة معهم، بس هي أول مرة بحياتي برتبك لهالدرجة. أنا بتمنى تسامحوني يا مولاي السلطان. كيف كان طريق السفر سينيورا مينديس؟ لأنه الرحلة البحرية دائماً متعبة. بفضلكم نسيت كل تعب الرحلة. بكلمة واحدة منكم أنقذتوني من موت أكيد، واستقبلتوني بقصركم. أنا بتشكركم مولانا السلطان سليمان. أنا ما برضى أنه تاجرة كبيرة إلى قيمة مثلك تموت من دون سبب. وين فستاني الأزرق يا سنبل؟ والأحمر كمان مو هون. والله ما بعرف يا سلطانة، بس على الأغلب الجواري أخدوهن، لأنه يا سلطانة حضرتك من سنين طويلة مش لحتي تياب الغامقة أبدا. خير يا مولاتي السلطانة؟ شو الشي اللي عم تحضري له؟ مريم تحسن الوضع، وبتمنى يكونوا بيزيد سليم مناح كمان. هي إن شاء الله. روح وبعت رسائل للقمان وفخرية، خليهم يبعتوا خبر كل أسبوع ويخبرونا بكل شيء، وأنت استعد رح نروح على قديرنا. أنت بتأمري أمر يا سلطانة. المفروض أني يكون جنب مولانا، ما رح أسمح لأي حدا يدخل بيناتنا مين ما كان. حبنا مر بمشاكل أكتر من هيك بكتير، ودائما كنا ننتصر ونتجاوز كل الصعوبات. إن شاء الله يا سلطانة، وبأسرع وقت. كلنا شفنا كيف إنه مولانا كان ملهوف وخايف عليك وقت الحادثة الأخيرة. والله إنه مولانا بيحبك مثل الأول وأكتر، أنا شفت هالشي بعيونه. مولاي، ما في هدية بالعالم بتليق بمقامكم. أنتوا بتملكوا كل جواهر الدنيا، جواهركم وكنوزكن ما بتنعد. لهيك أنا فضلت أنه تكوني هديتي كتاب قيم بتمنى ينال إعجابكن. مولاي، لا ديفينيا كوميديا، قريتها من وقت طويل بس ما عدت لمستها من وقتها.
هذا الكتاب مهم كتير، لازم أرجع أقرأ مرة تانية. سنيورة، سمعت إنه إليك اسمين، واحد باتريشا والتاني غراسيا، شو بتحبي إنه ناديكي، باتريشا ولا غراسيا؟ مولاي، أنا اضطريت لسنين إنه أخفي حقيقة ديني وهويتي عن الناس. باتريشيا هو الاسم اللي استخدمته طول الفترة الماضية، بس هالاسم بيوجعني. إذا قلتولي غراسيا أنا بكون ممنونتكن. بدولتي الكل بيعبر بحرية عن اسمه ودينه، يا غراسيا مينديز، ومشان هيك لا تقلقي. بتمنى يا مولاي السلطان اني دائما استفاد منكم. شكرا. والله يا مولاتي هالتوب طالع عليكي حلو كتير، الله يحفظك ويحميكي من الحسد ان شاء الله. ما شاء الله عليكي. خير يا سلطانة؟ في شي؟ ولا شي، بس عم حس بشوية وجع برقبتي. رح استدعي الحكيمة فورا. مو حابة اتأخر يا سنبل، أنا لازم أوصل لعند مولانا السلطان بأسرع وقت ممكن. شو معنى إنه يجي راس مقطوع يا باشا؟ الواضح إنه سمو الأمير سليم هو الغلطان، وإلا كان الخبر وصل على العاصمة فورا. ما عم يطلع من غرفته، ونوربانو حاطة الشر بعيونه. الأمور مو بخير يا باشا. كل شي صار واضح يا فخرية خانم، وصدقيني الأسوأ لسه ما إجا. الموضوع هاد زاد عن حده كتير. شو رح نعمل؟ قول شي. شو ما عملنا ما في فايدة. وحدة السلطانة هويام بتقدر تتدخل بين الأميرين وتهديهم، وهي الوحيدة اللي ممكن إنه تحلها. السلطانة هويام المعظمة، للأسف لا أستطيع أن أنقل لك أخبارا جيدة، بالرغم من علمي بأصل الموضوع تماما، إلا أن الوضع سيء لدرجة أن حارس سمو الأمير سليم عاد مقطوع الرأس. الصراع بين الأميرين يتطور إلى نقطة لا يمكن الرجوع منها أبدا. الواضح أنني لا أستطيع ردع هذه المصيبة لوحدي. زينة العقل يا باشا، هالموضوع إذا ما تدخلت فيه السلطانة هيام الأمور رح تتعقد أكتر. إن شاء الله اليوم أو بكرة توصل لعندها الرسالة وبتجي السلطانة قبل ما توقع المصيبة. إن شاء الله. فكري عندك يا مولاتي، كل ما عم أتذكر الموضوع بنزعج أكتر. أنا يلي نصحته، بيزيد أقوى من سمو الأمير سليم، وكان بدي امنع وصول الذهب لإله بأي طريقة، بس واضح إنه الحظ ما بده يساعدنا. فيقنا الوحش النايم وجرحناه، وهلا بأقرب فرصة رح يحاول يقتل سمو الأمير سليم. مرعوبة يا غضنفر، عم شوف الراس اللي بعته بأحلامي. أنا خايفة على الأمير سليم، ومستقبل بناتي والأمير مراد هلا صار بخطر. يا رب دخيلك تلطف. كوني مطمنة، رح كون دائما جنبك يا سلطانة. وأنا رح أعتمد عليك يا غضنفر، جايتنا أيام صعبة كتير. أهم شي هلأ إنه سمو الأمير يحس بالخطر اللي حواليه، ويعرف إنه حياته صارت هلأ عطول بخطر. بشو عم تفكر يا سلطانة؟ بدي تروح تجيب لي سم. بنتي عائشة بتحبك كتير. هذا كرم من السلطانة. إن شاء الله تكون أنت حبيتني كمان يا سمو الأمير. أنا مريت بأيام صعبة،
طيف اخواتي مصطفى وجهانجير كان دايما مرافقني وين ما بروح، وبعد ما تعايشت مع ألمي ربنا شاء انه افقد ام ولادي واخسرها. بس رب العالمين بعت لي اياكي ودخلتي الفرح والبسمة لقلوبنا، وهلأ بدي اياكي تضلي واقفة مع ولادي على طول وتضلي جنبي. أمي عملت زينة العقل لما اختارتك انتي وبعتت لي اياكي. إن شاء الله أنا رح أكون الدواء اللي رح يداوي جروحك. الحمد لله أنا عم أتحسن. إيه الحمد لله أحسن. كبير الحكمة قال إنه هي شغلة تحسس. تحسس شو رستم؟ السنيور بيدرو هو يلي عالجني وأنت بتعرف هالشي منيح. ما عاد في داعي يجي بيدرو لهون بنوب. المفروض إني كمل العلاج. السنيور بيدرو لازم يجي لأنه الوحيد القادر على علاجي. ما رح أسمح له يجي يا مريم. خلص هي جروحك عم تشفى. قدرنا مروة الطويل. كل ما بتوقعي يا سلطانة بتوقفي من جديد وبترجعي أقوى من الأول، وإذا بدك أنا ما بتذكر كم مرة صاروا. أنت بتعرف الزوندان يا سنبل؟ كانوا سموا طائر الفينيكس بالبلاد اللي نولدت فيها. إيه أكيد طبعاً أنا بعرفه يا سلطانة. ليش مين ما بيعرفه؟ عنده عيون بتلمع مثل النجوم، طائر بلون الذهب والزمرد يا سلطانة. انتي بتشبهي كتير يا سلطانتي، لأنه بكل مرة بتحترقي مثله بترجعي بتنولدي من رمادك مرة تانية. كل مرة بعد ما يموت بيرجع بنولد من جديد وبزيد بريقه لمعان. معقول يكون هالتفسير حلمي؟ لازم أرجع أسس لحياة جديدة وما أموت. لازم أرجع لقلب السلطان سليمان من جديد. إن شاء الله. كيف وضع الأهالي؟ طمني. الحمد لله يا سمو الأمير، الوضع كتير منيح والأهالي عم يدعوا لكم. حط بضاعتك بمكان تاني، أنا ما بدي أعمل مشاكل. يا أخي شو مأثر عليك؟ المكان هون بيسعني وبيسع. روح بيا بمكان تاني عم قلك. شوفي يا أفندي، ليش عم تتخانقوا يا أفندي؟ خلي الرجال يشتغل. عم يبيع أعشاب ما بعرف شو اسمها، بجوز تكون للسحر والعياذ بالله. اللي عم يحكيه مزبوط؟ والله هي كلها أعشاب شافية، وصفات من الحكيم لقمان، من الصين ومن الهند، كل الوصفات موجودة عندي. لو هالرجال عديم المفهومية أخذ شوي من هالعشبة هي كان صار يفهم. وين تحصل لك؟ إذا ما كان عم يأذي حدا أنت ما بيحق لك تمنعه. لك أنتوا ليش عم تتدخلوا؟ شو خليكم بحالكم؟ أنت بتعرف مين واقف قدامك؟ اللي واقف قدامك سمو الأمير بيزيد يا خبي. العفو يا سمو الأمير، بعتذر إذا قلت شيء وحضرتكم انزعجتوا مني. حيبيع بضاعته هون ويسترزق، وبتضلوا عم تشتغلوا جنب بعضكم. أنا بأمركم. شكرا يا سمو الأمير. تعال. لحظة يا آغا، اقبال هالهدية مني، تعطي الرجال قوة كتير كبيرة. يسلم وما له لزوم. علاج بالأعشاب، وصفات العالم الجديد كلها موجودة عندي، تفضلوا. إذا احتجت شي بتلاقيني بالحارة القديمة، مين ما سألت بدلوك علي. كيف صحة مولانا؟
وجوده بقديرنا خلى صحته تتحسن يا سلطانة، وأكيد رح تتحسن أكتر لما يشوفك. رستم باشا حكالي عن وحدة اسمها سنيورا غراسيا مينديز، لساتها هون ولا سافرت؟ قصر الملك فرديناند مليان بالزهور يا مولاي، بالحديقة وبالممرات وين ما كان، ما في مكان بهالعالم فيه هالعدد من الزهور، وما كنت أعرف شو هو السبب. وانتابني الفضول يا مولاي وسألت خدم الملك عن السبب، طلع السبب إنه ما في بقصره الشي اللي أنتوا بتسموه تواليت، وطلعوا زارعين كل هالزهور بس لحتى يخفوا الريحة يا مولاي. تخيلوا طلعوا بيعقدوا كل الاتفاقات والاجتماعات المهمة والناس مسكرين أنوفهم من كتر الريحة. مولاي سلطانة هيام المعظمة، إذا بتسمحي لي رح أعرفك عن نفسي، أنا غراسيا مينديز. لو بتعرفي شو بشرفني إنه التقي بالسلطانة يلي سيرتها بكل أوروبا. شوفي يا هيام، شو اللي جابك؟ بس ما يكون صاير شي لبنتي مريم. وضعها صار أحسن، ومحمد باشا هلأ عم يشرف على علاجها. عال، أنا جيت لحتى أطمن على صحتكم يا مولاي، بس الحمد لله صحتكم باينة منيحة. اسمحوا لي هلأ بدي روح أرتاح، بتعرفوا جاية من سفر مولاي. سنيورا مينديز، سامحني إذا تجاوزت حدودي، بس لازم تفهمني، أنا خايفة كتير على مستقبلك ومستقبل أولادي. أنا صايرة عم خاف من كل شي حوالينا، وهالشي من حقي سليم. أنت رجعت للمشروب؟ لأنه الشي اللي صار ما عم بقدر أنساه يا نوربانو. وقف يا سليم، انتي لازم تدوقي بالاول، مو مطمنه لهي الجاريه. شو هالحكي يا نوربانو؟ سلطانه شربي شربي. انت شو صاير لك يا نوربانو؟ ان شاء الله يمشي الحال، سمو الأمير يحس بالخطر اللي نحن عايشين فيه. سلطانة، والجارية شو رح يصير فيها؟ مجبورة يا خضنفر، لنضل عايشين في ناس لازم تموت. يا الله، لو إنك شربت. سمو الأمير بيزيد هو ورا هالموضوع هاد، بدهم يقتلوك. أنا قلت لك هالشي، ما رح يتركنا بحالنا. بكفي يا نوربانو، اسكتي.
مولاي نبعت خبر للسلطانة تجي لهون. لا يا فرحات مو هلا. مولاي وجود السلطانة جنبك رح يكون أفضل علاج لحضرتكم يا مولاي، وأنا مالي فهمان سبب رفضكم لهالموضوع. أدخل. سلطانة، سلطانة، سينيورا مينديز موجودة هون وطالبة إنها تقابل حضرتكم. خليها تجي. أمرك يا سلطانة. تفضلي سينيورا. سلطانة هيام، بموافقتكم على مقابلتي انتم منحتوني شرف كتير كبير. وصلتني اخبار انه مولانا السلطان ساعدك واهتم فيك كتير. مولانا السلطان سليمان معروف بكرمه يا مولاتي، وبصراحة قد ما يحكوا عنه بيكون قليل، حتى انا بحياتي ما شفت او سمعت عن حاكم بقوته وحكمته. بس هلأ انا وقاعدة مع حضرتكم وردني نفس الشعور اللي حسيت فيه بمجلس السلطان. والله؟ ايه أكيد. انتي بتكوني السلطانة هيام يلي كانت خلف السلطان سليمان لحتى قدر يحكم العالم. صحيح الحكام بيقدروا انهم يديروا كل الدنيا، بس النساء هن اللي بيواجهوهم. سمعت انه انتي تاجرة كبيرة وعندك خبرة، بس هلأ بعد ما التقيت فيك اكتشفت إنه ذكائك الحاد وموهبتك هن سر نجاحك سينيورا مينديز. يا رجال أنت من قتل الأخوة التي بيننا، ولم تعد بعد الآن أخليه. العين بالعين والدم بالدم. انت اطلع لبرا. شو رح كمل بقية حياتي هيك قاعد وناطر الموت يجيني بأي لحظة؟ وانا كمان خايفة كتير اخسرك واخسر ولادي لا سمح الله. ما تخافي نوربانو، رح احميكي انتي ولادي. لو ما انتبهت أنا للجارية لا سمح الله كنت متت. شايف أخوك بيزيد شو كان رح يساوي بأخوه؟ ما عم تروح من ذاكرتي ريحة الصندوق اللي بعته. هو اللي بلش، ومثل ما كتب لك بالرسالة اليوم ما عدتوا أخوة. وهالدنيا ما بتوسعكن سوا.
لازم تنتصر. الحياة دائما للأقوى، لهيك لازم تتحرك. مع كل الخوف ما ضل قدامي خيار تاني. بعتي خبر على كوتاهية وخلي الجارية تقوم بمهمتها. اوعى تتردد بنوب يا سليم، لأنهم ما تركوا قدام محل تاني. شفت الخزف يلي صنعته يا سمو الأمير؟ أول مرة بشوف شي بهالجمال. قصدك تقولي إنه حلو بالنسبة لمبتدئ، يعني عم تحاولي تشجعيه. لا لا، ما قصد هيك بنوب. عن جد الشغل يلي بتعمله حلو كتير. أنتي من وين إجيتي؟ أنا إجيت من البندقية. اسمي لويسا. القراصنة خطفوا سفينتنا، أخذونا أسرى، وفجأة أنا لقيت حالي هون. والدتي السلطانة هيام وضع مثلك جابوها جارية لمولانا السلطان. أمي عندها مقولة على طول بتقولها، الحظ الحلو والسعادة ما بيجوا إلا من بعد المصايب الكبيرة، وهي حولت تعاستها لسعادة وقدرت تغير العالم كله بعشقة. صارت العالم تحسدها على قوتها وسلطتها. شبك، شو اللي زعلك؟ ولا شي. من شو بدي ازعل؟ عن جد انا اسعد انسانه بالعالم لاني معكن. عيونك عم يفضحوا الحزن اللي جواتك، فلا تخبي علي. يلا احكي لي. لما القراصنه خطفوا سفينتنا كانت اختي الصغيره معي، اسمها آن. أخذوا القراصنة من بين إيدي. قتلوا لك أختك؟ أنا اللي بعرف ألم فقدان الأخ. ما في شي ممكن يعبي الفراغ اللي بيتركه، ولا شي. بس الألم الأكبر إنك تخسريه وهو لساته عايش بهالدنيا. الجارية تقوم بمهمتها. اوعى تتردد بنوب يا سليم، لأنهم ما تركوا قدام محل تاني. العمى، أنا شو سويت؟ أهلا بابا.
روح على غرفتك يا ابني. أكيد أنت ما عملتي مثل ما قلت لك امبارح، أوعك تقليلي إنك بعتي خبر للجارية. سليم أهدى، جاوبيني على سؤالي نور بانو، بعتي لها خبر شي؟ لسه ما بعت لها خبر، بس ما بيصير تتراجع هلأ، أنت اتخذت القرار الصح وهلأ لازم تنفذه يا سليم. هالشي مستحيل، بيزيد بيضل أخي ولو شو ما صار مستحيل إني يقتله. ماله لزوم، أنا كذبت على سمو الأمير كرمال ولادي وكرماله لسمو الأمير كمان. هو هو يلا بسرعة تحركوا شبكون، لازم تنظفوا غرفة سمو الأمير كمان، ما بدي أشوف ولا وحدة واقفة. شوفي تعبانة يا خانو؟ لا ما عدي، عم تجعني شوي، ما بعرف شو صاير لي. لا تكوني حامل يا خانم، رح خبر الحكيمة تيجي لعندك خير إن شاء الله. ما في لزوم إنك تعذبي حالك، ما بتوقع أكون حامل. شو هالمصيبة؟ شو اللي صار لحتى طلعت مرة تانية؟ ليش هيك رجعت انتشرت؟ معقولي أدوية السنيور ما نفعتك يا سلطانة؟ طبعاً نفعت، بس طلعت لي هاي المرة بأماكن جديدة ولازم نعالجها. خبروا السنيور بيدرو خليه يجي. مو لازم بالأول تخبري رستم باشا أنه رح يجي السنيور يا سلطان؟ عملي يلي قلته. مولاي جيت لننسى الماضي ونبدأ من جديد يا سليمان. الفجوة اللي بيناتنا كبيرة كتير يا هويام، ويوم عن يوم عم تكبر أكتر وأكتر. كل ظلام بيحمل جواته البذور يلي رح تنهي مع بزوغ الفجر. مو انت يلي كنت تقول هيك؟ انت حياتي والسبب في وجودي، انت جنتي، انت شراب الكوثر، أنت ربيعي وأنت أملي وسر سعادتي. أنت حبك ينمو بقلبي كأزهار الربيع يا وردة الضحوك. تتذكر يا سليمان هالكلام أنت كتبته من وقت طويل؟ قلت هالكلام، وحتى لو قلته من وقت طويل العشق ما بيقدم يا سليمان، والحب يلي بيخلي الإنسان يكتب هذا الكلام رح يضل
حتى بعد الموت الحب يضل عايش بقصايد الشعر وبيخلد معه ومستحيل يموت مهما مرت علينا سنين ومهما حاولت الآلام تفرقنا وتبعدنا عن بعض إذا حبنا بعده عايش وقتها ما في قوة فيها تفرقنا مولاي سنيورا غراسيا مينديز صارت هون خليها تجي مولاي سلطانة شوفت هديتي معكن تسعدني يا مولاي معكن اجيت بوقت غير مناسب انا بعتذر انا طلبت حضورك يا سنيورا مينديز تفضلي سلطانة بانتظاركم سنيور سنيور بيدرو قرب لعندي شيلها هي عن عيونك عفوا سلطانة بس رستم باشا هو مانو هون هلا بعدين اذا سمعت كلامه انا رح موت من المرض يلا لشوف شيلها هي عن عيونك سلطانة أنا كل الوقت عم بسأل حالي لشو كل هالتحفظات اللي عم تاخدوها سنيور بيدرو أنت قدرت تشفي البقع يلي بصدري وبرقبتي بس البقع رجعت طلعت على إيدي يعني المرهم جاب نتيجة إذا حطينا منه على المناطق المصابة رح يشفيها يعني معقولة ضلني على هالحالة؟ هل بقى رح تضل تطلع لي كل عمري؟ لا رح تطيبي ممكن جسمك عم يتحسس من الأكل أو يمكن عم تتحسسي من شراب معين أو عم تستخدمي شي عطر يعني كل شي وارد كما التانيين سألوني نفس السؤال لا أنا ما أخذت شيء والله غريب رح أرجع أركب مرة تانية من المرهم يلي استخدمناه بس مع الأسف هذا هو الدواء الوحيد خد راحتك Thank you.
بعض التجار إن الملك شاركان صحته عم بتسوق يوم عن يوم بالفترة الأخيرة يا مولاي، وبحسب الأخبار اللي سمعتها إن الملك شاركان ناوي يتنازل عن العرش لأولاده الاثنين. أنا عرفت بالموضوع، شاركان ملك مسيحي مهم كتير وحدود دولته كبيرة وواسعة. أنا استغربت كتير لما سمعت إنه ملك مثله رح يتنازل عن العرش بهالطريقة. مو سهل بنوب إدارة شؤون دولة كل هالسنين يا مولاي، ومو كل الملوك بيتمتعوا بقوتكن. مرضه كتير صعب، اسم هالمرض النقرس، وبيقولوا إنه كتير خطير يا مولاي. تنفخوا إيديه ورجليه، وبيقولوا إنه ما عاد قدر يتحرك أو يمشي أو يوقف بنوب. مستقبل أوروبا كله رح يتغير بعد شاركان. أكيد، إذا ضل الوضع هيك يا مولاي أراضي هابسبورغ الواسعة كلها رح تتقسم. الحركة الدينية اللي فتحوها غيرت كل التوازنات يا مولاي، وقوتكن اللي ما حدا بيقدر يوقف بوشها أثرت على العالم المسيحي وخلتكن تفرضوا وجودكن. سنيورا مينديز، من الواضح أنك بتهتمي بأمور السياسة كتير. هذا أول شرط لكل وحدة حابة تكون موجودة بعالم الرجال. لازم نتعلم أشياء كتيرة ونكون بنعرف بكل الأمور وأول السياسة يا سلطانة. إذا النساء اتدخلت بأمور السياسة مثل الرجال وفكروا بنفس طريقتهم، بعتقد بيفقدوا أنوثتهم. نحن ما منتدخل، بس منعرف إمتى نحكي مع مولانا، وما بظن إنه هلأ الوقت مناسب لحتى تحكي بهيك أمور. مزبوط، معك حق. توصلتوا لشي قرار بخصوصي يا مولاي السلطان؟ أنا بيسعدني إني كون تحت ظل حماية إمبراطوريتكن العظيمة. مصطفى باشا بعت مكتوب للسلطانة هيام يا باشا. الأمور سيئة بمنيسة. مكتوب؟ وليش لهلأ لخبرتني بالموضوع؟ حضرتك كنت مشغول بموضوع السلطانة مريم، ولهيك أمرتن يبعثوا المكتوب فوراً على أديرنا. كيف صارت السلطانة مريم؟ السلطانة بغرفتها يا باشا، والسنيور بيدرو عم يعالجها. فيكي تبقي بالعاصمة، وإذا بدك تكملي الشغل بالتجارة كمان فيكي، بس لازم تلتزمي بكل القوانين المطبقة عنا. بالإضافة لهالشي رح نخصص لك أسر بجلدة، وإن شاء الله يكون هالشي خير للجميع. ما بتعرف مقدار سعادتي هلأ يا مولاي، هذا كرم كتير كبير منكن. كل ثروتي وممتلكاتي تحت خدمتكم من هلأ يا مولاي السلطان. مولاي السلطان، مولاي، من بعد إذنك. سلطانتي، هي رسالة بعد مصطفى باشا ووصلت من شوي. يا ربي خير إن شاء الله. شوفي أولادي الأمراء رح يتقاتلوا مع بعضهم، أنا لازم أتصرف فورا. أنت شو عم تعمل هون؟ أنا شو قلت لك؟ كيف بتتجرأ وبتجي على قصري بدون ما تخبرني؟ أنا أمرته يجي. يا باشا، السلطانة مريم كان وضعها سيء كتير وما كان معي وقت لحتى أخبركم. كلامه مزبوط، أنا قلت له يجي لعندي، انصدمت لما شفت هاي البقع على إيدي. أو ليش مو مغطي عيونك؟ اهدى يا رستم، هذا مرض يا رستم، لازم يشوفه ليعالجه. سنيور بيدرو، شكراً لك كتير، فيك تروح هلأ.
وقت يكون الموضوع بيتعلق بصحتي ما في لزوم لكل هاي الغيرة رستم. لو كانت السلطانة هيام هون كانت قالت لك كيف لازم تتصرف. سينيورا مينديس عم بتقول انه صحة الملك شاركان تعبان كتير، يعني الأخبار اللي وصلتنا مزبوطة. بدي تعرف لي كل شيء عن الموضوع يا سوكولو. بعتوا خبر لجواسيسنا بالعالم المسيحي، خليهم يخبرونا التطورات أول بأول. أمرك يا مولاي. سلطانة. مولاي. من بعد إذنك مولاي. من شوي وصلني خبر من ساروهان. شوفي ليكون في شي مو منيح يا هويام. عم بيقولوا لي إنه صحة حفيدي الأمير مراد تعبانة شوي يا مولانا، بس لو ما كان وضعه خطير لا سمح الله ما كانوا بعثوا لنا خبر. أنا إذا ما رحت وشفته ما رح يطمن قلبي. أساساً وجودي هون ما له معنى بنوب. من الواضح إنه وجودي معكم ما رح يقدر يكسر الجدار العالي اللي بيناتنا. فيكي تروحي على ساروهان يا هويام، لأنه الكلام اللي قلتيه مزبوط. صالح أغا، في شي أخبار جديدة؟ سلطانة نوربانو بعتت لك هي. وشو هي؟ شو عاملة حالك ما بتعرفي؟ هذا سم لتحطيه بأكل سمو الأمير. ما بقدر، كان الاتفاق إنه أبعت له أخباره بس ما بقدر سممه. وهلأ تغير الاتفاق. اسمعي، اليوم بتخلصي هالموضوع هاد، فهمتي؟ والسلطانة نوربانو بتوعدك إذا بتقومي بهذا العمل رح ترجعك أنت وأختك على بلادكم، وإذا ما نفذتي هذا الشيء وقت أختك الصغيرة رح تشرب من نفس السم اللي بيدك. اليوم بعد العشاء رح كون هون عم استناكي، لا تطولي. بعمل كل شي بتطلبوه مني، بس بترجاكي ما تأذي أختي. وأختك حتكون أمانة عندي، وطالما أنتي عم تنفذي أوامري ما رح أأذيها. جوهرة خانم، كنت عم دور عليك. كنت بدي خبرك انه حابة حضر العشاء اليوم بنفسي لسمو الامير. خير ان شاء الله يا خانم. في خبر بدي خبره لسمو الامير، وحابة نكون لحالنا. له عندي خبر كتير حلو. طلعتي حامل يا خانم؟ والله توقعت. مبروك ان شاء الله. أكيد سمو الأمير لما يسمع الخبر رح يفرح كتير. خديجة خانم، شوفي شو صار، المرض انتشر بجسمي مرة تانية. خلي بدرو يجي لعندي بسرعة. كيف بدك يجي بنص الليل يا سلطانة؟ بعدين رستم باشا إذا عرف رح يزعل. روح اعملي مثل ما عم قلك. ادخل. سلطانة. سينيور بيدرو، خديجة خانم، طلعي استني برا. تفضل سينيور.
المرض رجع انتشر. يبقى حنرجع نستخدم نفس المرهم. هي ما لها لزوم. استخدم ايدك اذا كان هذا هو الصح. خير إن شاء الله. شوفي ما في شيء. شو شفتي كابوس؟ رجعي نامي يلا، ما تخافي. نوبان وبتوعدك إذا بتقومي بهذا العمل رح ترجعك أنت وأختك على بلادكم، وإذا ما نفذتي هذا الشيء وقت أختك الصغيرة رح تشرب النفس السم اللي بيدك. واختك حتكون أمانة عندي، وطالما أنتي عم تنفذي أوامري ما رح أأذيها. السلطانة هيام اللي زمان ما بعثت لها رسالة، وأنا بصراحة قلقان عليها. إن شاء الله تكون السلطانة بخير، أنا رح أبعث لها رسالة فورا ورح طمنها عليكم يا سمو الأمير. تمام. سمو الأمير، لوين رايح؟ بدك تتعشي معي؟ بدي روح أطمن على السلطانة عائشة وبرجع يا سمو الأمير. عائشة منيحة، وأنتي مهمتك نسيني همومي ومشاكلي. تعالي. بفضلكم السنيورة غراسيا مينديز تحررت من الأسر. هالمعروف ما رح ننساه أبدا، ومن اليوم أنا والسنيورة غراسيا رح نكون بخدمتك ونساندك لحتى تستلم العرش يا سمو الأمير. إن شاء الله. هذا الشراب إجا من قبرص، وصل على مينا إزمير من كم يوم بس. لا شكرا، آخر مرة شربت فقدت تركيزي. يلي بيشرب ما بيفقد تركيزه يا سمو الأمير، بالعكس تركيزه بيزيد. كل حماسنا ورغباتنا وكمان أحلامنا
وطموحاتنا بالحياة بتكون مخباية داخل دهاليز روحنا، والخمر بيخلي كل هالأشياء تتوضح قدامنا. الكلام يلي منقوله من بعد ما نشرب بيكون هو اللي عم بيدور بقلبنا بالحقيقة، ولهيك حنشرب نخب الحقيقة. وصيت على أغراض جديدة من الصين، يومين وبيوصلوا. لازم تساعديني باختيار البضاعة، أكيد بتعرفي بهالأمور. إن شاء الله. أخي المرحوم جيهانغير خبرني بكل أسرار الصين، كان دايماً على اطلاع بكل هاي الأمور. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. آمين. تذكرتي أختك لما جبت سيرة جيهانغير ما هيك؟ سمو الأمير اسمح لي أنا لازم أروح. مو قبل ما أشوفك مبسوطة. يلا تفضلي. هالأكل كتير طيب. بهالفترة هي لازم واحد منا يضل قريب من سمو الأمير يا شاويش حسين. اي معك حق. مين هاد؟ ما بعرف، خلينا نشوف شو قصته. مين انت يا اغا؟ شاويش حسين الحو، انا رح اشوف سمو الامير. لا تروحي قبل ما تاكلي. سمو الأمير امسكوها، لا تخلوها تهرب. وقفي عندك. سمو الأمير يا حراس، طلبوا الحكيم، نادونا بسرعة. ليش شو صاير؟ الدول هاي محبسوها. سمو الأمير تحمل شوي، تحمل. خير يا فهد، شو صاير؟ ساعدني، لازم نخليه يستفرغ، لازم نطالع السم من جسمه. الحكيم وينه؟ سمو الأمير اطلع فيني، لا تغيب عن الوعي، بترجاك اطلع فيني. قدي صار له بهالحالة؟ له زمان؟ لا من شوي. تصرفي، ساوي شيء. شو صاير؟ سمو الأمير متسمن. عرفتوا بشو متسمن وشو نوع السم؟ وين الخانم؟ بالزنزانة. اللي مسكتوه للرجال الواطي هرب مني. ليش شو صاير؟ سمموا سمو الأمير، انت خليك عندك. شو السم اللي حاططي؟ قولي شو نوعه السم. رح قولي يا باشا، رح قولي.
استنى شوي. هذا هو. وقت طيب سمو الأمير، أنا بإيدي رح أقتلك. حاول يا سمو الأمير، ما عم يستفرغ بنوب؟ يا الله، هذا هو السم. هذا سم ضفدع أسود. طيب شو العلاج؟ دينا مهدوم هو العلاج، موجود بس بقصر مولانا السلطان. شو هو هاد؟ هو نوع التراب المختوم وما في منه هون. بيجيبوه من رومي وبيعدوه مخصوص لقصر مولانا السلطان، بس الأمير وضعه خطير والدواء بده وقت لحتى تجيبوه. سمو الأمير، مشان الله خليك معي. اهدى يا سمو الأمير، لا تتعب حالك. اللهم لك الحمد والشكر. من وين جبتوا له تينا مهتوم؟ أنقذتوا حياة سمو الأمير. تينا مهتوم موجود عندك؟ لا والله. طيب اطلب شي تاني يا أخ. لحظة، تينا مهتوم هاد هو نفسه التراب والدواء لك العلة. تحسن والحمد لله. سلطانة خير إن شاء الله؟ شفتي كابوس يا مولاتي؟ لو قبلتي إنه نرتاح الليلة على قليلة يا سلطانة كنتي نمتي شوي. مو ممكن، لازم نوصل على مناسة بأسرع وقت. شو سلطانتي موجوعة؟ إيه والله يا سمول، هون بين رقبتي وكتافي كتير عم يوجعني. هلأ الوجع بيروح ما بيطول. الحكيمة موجودة هون معنا، نادي لها تجي تشوفي. ما بدي نتعطل سمبول، لازم نوصل على مناسة بسرعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تيني مهتوم عطى نتيجة، سمو الأمير والحمد لله تجاوز مرحلة الخطر، لكن مع هالشي لازم ينام منيح ويضل مرتاح الفترة، ولحتى السم يطلع من جسمه بالكامل بده وقت.
قولي مين اللي بعتك لهون؟ مين هو اللي أمرك بتسميم سمو الأمير؟ نوربانو اللي بعتتني. وسمو الأمير سليم عنده علم؟ بترجاك أنا حامل من سمو الأمير بيزيد، أنا حامل بابنه. أنا هلأ ماني مهرونيسة مرت سمو الأمير وبس يا فهد. إذا قتلتني رح تكون قتلت الأمير يلي حاملته ببطني كمان. رجعوها على غرفتها واستدعوا الحكيمة بسرعة خليها تشوف إذا كانت حامل ولا لا. يلا بسرعة استعجلوا، شو بكون استعجلوا، يلا تحركوا خلصونا. غدا فرقاغة، شو شايفتك رجعت لشغلك أول ما صحتك تحسنت؟ مزبوط، لأنه السلطانة حواليها أفاعي من كل الجهات، بس طول ما أنا موجود ما رح أسمح لهم يقربوا من السلطانة، وأي شخص رح يقرب منه ويحاول أنه يأذيها رح يلاقيني بوشه. لا تكون عم تهددني يا آغا. شو عم بيصير؟ غدا انفار؟ سلطانة، غدا انفار آغا تجاوز حدوده ونسي مين بيكون، مو عامل لي قيمة بنوب، قليل أدب. أنت اللي لازم تعرفي حدودك يا فخرية. غدا انفار آغا رح يضلوا معي، وأي واحد بعد اليوم بعامله بقلة احترام كأنه عم بيقلل من احترامي. شوفي شغلك خانم، وانت تعال معي. نشكر الله يا روحي، الأيام السودة راحت. سنيور بيدرو مرهمه مثل المعجزة، ما عاد بدي أشوف وشه أو أسمع باسمه مرة تانية. وصلت شي أخبار من السلطانة؟ السلطانة وصلت مكتوب مبعوث من مصطفى باشا، لهيك قررت تروح على مانيسا بعد ما تزور أديرنا. واضح أنه صاير شوية مشاكل مع سمو الأمير سليم وراح تتحذره، مو أكتر من هيك. شو ممكن تكون؟ وليش لحتى تروح لهنيك؟ الموضوع ما له مهم أبداً، ارتاحي أنتي، يمكن مصطفى باشا عم يبالغ. ما في خبر من ديما بنوب؟ والله ما وصل، بس اطمني أكيد الخانم رح تنجح إن شاء الله. بعد شوي رح توصلنا أخبار حلوة تريح بالك وقلبك. وإذا ما نجحت بهالمهمة وخبرتهم كل شي عنا، وقتها ما حدا بيقدر يخلص الأمير سليم من بين إيدين أخوه، ورح أكون سلمت الشخص اللي بحبه للموت. روقي واطمني يا سلطانة، إن شاء الله رح تكون الأمور لصالحنا. بالنسبة لأن أختها لديما خانو، شو وضعها؟ هلأ مو وقتهم.
سمو الأمير. تعال يا فهد. نشكر الله ومنحمده أنه صحتك تحسنت بسرعة. قدرت تعرف شي مين اللي وراء هالعملة؟ للأسف الأمير سليم. جاريتكم ديما اعترفت بكل شي، بعتوها على القصر كجاسوسة، والأوامر كانت من السلطانة نوربانو، وقالت كمان أنه سمو الأمير عنده علم بكل شي. طيب وأنتو أعدمتوها شي؟ الخانم حامل. شو يلي عم تقوله؟ من شوي الحكيمة خبرتني يا سمو الأمير. مع الأسف الخبر صح، الخانم اللي كانت مبعوطة لتقتلكن رح تجيب لكن ولد. برأيي ما توقفي كتير بالشمس يا سلطانة، يمكن الوقفة الطويلة بالشمس تكون مو منيحة لإلك. وقت اللي رح تولدي رح تنعدمي فورا يا خانم. شو ما كان حكمكن يا سمو الأمير فأنا مستحق هذا الشيء. انت ليش هيك سويتي؟ احكي. مشان اختي اجبروني. اي اخت؟ انت مو قلتي لي انها ماتت؟ انا واختي باعونا لقصر ساروهان يا سمو الأمير. السلطانة نوربانو استغلت تعلقي بأختي وهددتني وما عرفت شو لازم أعمل. وإذا كنتي عم تكذبي يا خانو؟ ما ضل عندي شيء لحتى أخسره. احكي. السلطانة نوربانو قالت لي إذا ما حطيت لسموك السم رح تموت أختي بالمقابل. اللي عم تقوليه هلأ ليش ما قلتي من الأول؟ ليش ما طلبتي مساعدتي من وقتها؟ ما كنت قدران أفكر وفي احتمال أنه أختي رح تموت إذا عملت هالشي. ونوربانو شو بيضمن لك أنه ما تقتلها؟ هي والأمير سليم ما قلن أمان أبداً. أنت أكتر حدا بيعرف شو معنى الأخوة يا سمو الأمير. ما في لحظة بتمر بدون ما تذكر اسم الأمير جيهانجير واسم الأمير مصطفى. لو كان عندك أمل تنقذ لهم حياتهم ولو أمل صغير. شو كنت عملت؟ الحمد لله أنت شفيتي تماما سلطانة، ما شاء الله رجعتي أحلى من قبل. نشكر الله أنه كل شيء انتهى. انت فيكي تروحي هلا.
يعني أخي سليم معقول تكون وصلت معه لهالدرجة؟ يجند جاسوسة ويضغط عليها بأختها الصغيرة؟ عن جد يا عيب الشوم. فعلا شيء مؤسف كتير يا سمو الأمير. اسمع منيح يا فهد، جمع الجنود، مو قادر أصبر أكتر. سليم لازم أنه يتحاسب على أخطائه اللي عملها. بس يا سمو الأمير تصرفكم معتبر أنه سكوتي وتهاوني معه ضعف مني. عمل مثل ما عم قلك وبس. أنا رح نفذ كل أوامرك يا سمو الأمير، بس بالأول لازم نستنى حتى تتحسن، وبعدها فوراً نتحرك. تتحرك؟ تتحرك ولوين؟ شوفي دوين اللي رح قلك عليه لقمان. بسم الله. مولاي، ابنكم سليم الذي تثقون به وترونه لائقا بالجلوس على العرش هو خائن. عفوا سمو الأمير، سامحني بس. سكوت وكمل كتابة. أرسل جاسوسة لقصري وحاول قتلي والتخلص مني يا مولاي، لكنه لم يوفق. اعلموا أنني لن أسكت أبدا ولن أجلس منتظرا قراركم حتى يصدر. هو سيدفع ثمن هذا الفعل غاليا ولا رجعة عن ذلك. أردت أن تعلموا هذا مني. طلبت يبحثوا بالموضوع بناء على أمركم يا مولاي. الأخبار صحيحة، الملك شاركان رح يترك العرش لفيرديناندو ولولاده الباقين، ورح يعطي كل واحد منطقة، ورح يعطي فيليب إسبانيا وفليمينك نابولي وسيقيليا وكمان ميلانو. أما فيرديناند فرح ياخد النمسا وبوهيميا وألمانيا، ورح يكون مسؤول عن الكل يا مولاي. كم سنة صار له مستلم الحكم؟ بظن حوالي 40 سنة يا مولاي. هو استلم عرش إسبانيا قبلكم ب4 سنين. فيك تروح يا سوكولو. تفضل مولاي. لك فترة متضايق، حتى لو ابتسمت قلبك عم بيكون حزين، هالشي واضح وما عم تقدر تخبيه. الحياة نهاية الموت، والموت كتير قريب منا ولازم نستغل كل لحظة فيها. كل نفس عم تاخده له قيمة، وعدد هالأنفاس معروف عند رب العالمين، وما فينا نزيدهم ولا نفس واحد. مولاي، السلطانة هيام هي دواكن الوحيد. طول ما حضرتكن بعاد عن السلطانة عم يزيد ألمكن، مو ألمها يا مولاي. ما صار الوقت لترتاحوا وتتخلصوا من هالألم. تفضلي سلطانة. الله، سلطانة لهالدرجة موجوعة؟ سنبل، أنا مو قادرة أتحمل الوجع. خليني نادي الحكيمة.
لازم تشوفك. سنبول لا تكابري على وجعك يا سلطانة كرمال الله. ادخل. عفوا سمو الأمير، في خبر مانو منيح. سمو الأمير بايزيد جاية باتجاه القصر ومعه عدد كبير من الجنود. انت شو عم بتقول؟ سموك ما غيرت رأيك؟ لو شو ما بيصير يا فهد، هالشي ما رح اتراجع عنه. يلا يلا. إمتى ظهرت هالحبة يا سلطانة؟ ما بتذكر، يمكن صار لها شهر. في شي غير عم يوجعك سلطانة؟ هي الوحيدة اللي عم توجعني، بس أحياناً بلاقي صعوبة بالبلع. في شي يا خانم؟ والله يا سلطانة لازم تريحي حالك وبنوب ما تتضايقي، وإذا ظهر الوجع مرة تانية وقتها رح نتصرف يا سلطانة. تمام. السلطانة شو مرضها بالضبط؟ احكي يا خانم، عم قلك شو مرضها؟ السلطانة وضع سيء يا آغا، صايبة مرض صعب ما بيرحم أبداً، وهالمرض هذا بالذات بحياتي ما سمعت إنه في حدا صابه وقدر ينفذ منه. السلطانة هي أيامها معدودة يا آغا، وللأسف موت قريب.